ألا هبي بكمام يقينا رذاذ العاطسين وعقمينا، فنحن اليوم في قفص كبير وكورونا يبث الرعب فينا. إذا ما قد عطسنا دون قصد تلاحقنا العيون وتزدرينا، وإن سعل الزميل ولو مزاحا تفرقنا شمالا أو يمينا. وباء حاصر الدنيا جميعا وفيروس أذل العالمين، تغلغل في دماء الناس سرا فباتوا يائسين وعاجزين. يقاتلهم بلا سيف ورمح ويتركهم ضحايا ميتين. أيا كوفيد لا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين، بأن الخائفون إذا مرضنا وأن الجازعون إذا ابتلينا، وأن المبلسون إذا افتقرنا وأن الجاحدون إذا غنينا، وأن الباخلون إذا ملكنا وأن الغادرون بمن يلينا، وأنا قد ظلمنا وافترينا وشوهنا وجوه الصالحين، وأنا قد هجرنا كل حق وصافحنا أكف المجرمين، وأنا ما شكرنا الله حقا على نعم أتتنا مصبحين. وهذه صفعة أولى لنصح ونخرج من حياة الغافلين، وإلا فالمصائب مطبقات ونرجو الله دوما أن يقينا.